رحب مجددا بجميع المشاهدين. عاد المخرج اللبناني المقيم في فرنسا الى لبنان كارلوس شاهين من خلال عمله المسرحي الجديد مجزره الذي تم عرضه على مسرح مونو في بيروت. هذا العمل للكاتبه الفرنسيه ياسمينة ريزا وحقق نجاح عالمي خلال العرض في لندن في العام 2009، وايضا تم تحويله الى فيلم سينمائي المخرج البولندي رومان بولانسكي في العام 2011. ساندرا سعد والتفاصيل. توافد الناس لحضور مسرحية مجزرة وهي ترجمة لبنانية لنص الكاتبة الفرنسية ياسمينة ريزا ديو دو كارناج، وتم عرضه على مسارح لندن وأمريكا بنجاح كبير، كما تحول النص إلى فيلم سينمائي من إخراج رومان بولانسكي. تحت إدارة المخرج كارلوس شاهين بتجربته المسرحية الأولى اجتمع الممثلون برناديت حديف وفادي أبي سمرة، كارول الحاج ورودريغ سليمان. كان بدي لأول عمل مسرحي ببيروت كوميدي، كان بدي الناس يتسلوا، عبالي اجي فرجيهم شيء ينبسطوا فيه، مش اجي نظر عليهم قول لهم ليكو انا شو ذاك جاي من فرنسا حفرجيكم شو المسرح. هو النص كان كتير صعب نوصل المعنى الحقيقي لانه مكتوب ب ياسمينة ريزا كاتبه بارعه، يعني انه كل كلمه بتنقيها هيدي مش غيرها. طلبت الحقوق مشان ترجم النص للعربي، وطلبت منها اذا بتسمح لي لبننه شوي صغيره. بقى هي كانت بتخاف من هالقصص انه لبننه يعني بدك تغير شيء بالنص، ترى لا ما بدي غير اقل شيء ممكن بس انه مينيمم تا الجمهور اللبناني يحس حاله معني. ما في داعي للمجاملات، منيح اللي بعد في ناس بيحترموا راي الاخر. بدك اولادنا يستوعبوا هالشيء، بقصد اللي عندنا. نعم اللي عندنا. تدور أحداث العرض حول عائلتين تلتقيان للحديث عن شجار جرى بين ولديهما لحله بطريقة سلمية، حتى أن تحولت الجلسة إلى تراشق في الكلام وجدل طويل، ومن هنا جاء عنوان مجزرة. كلمة جر الثاني وكلمة جر الثاني وكلمة جر الثاني بتصير ببيروت هيدي، إن الواحد ما بيقعد يتملك حاله بس الكلمة تطلع الكلمة أسرع منه، وبصير وبيجي الخناق وبيجي الخناق وبيجي الخناق وبرج وبتنفجر القصة، بتصير وين ما كان يعني. بعتقد قوتي انا الممثل، بحب الممثل وبحب ساعده تيوصل لاحسن شيء بنظرتي ممكن يعطيه بهيك دور. هنا على خشبة هذا المسرح يجري عرض مجزرة باللغة اللبنانية المحكية، عرض يحاكي واقع الخلافات والأزمات العائلية التي غالباً ما يكتمها المجتمع الشرقي. ساندرا سعد لبرنامج اليوم على الحرة بيروت. مشاهدينا